والآن ننتقل على جهاز الحركات الأرضية. اللاعبة أفراتي من اليونان. إذن تنهي جملتها الحركية اللاعبة أفراتي من اليونان. شاهد أمامنا بالتصوير البطيء الحركات الأكروباتية، حركة التسوكهارا مع الثبات، هوائيتين خلفيتين مع لفة كاملة حول محور طولي للجسم. Just full turn يعني سهلة. وبالرغم من أنه ما تأديتها بشكل جيد، يعني عندها القدرية متسعة من الارتفاع لكي تعمل double twist. شوف مثلا هوني double twist.